السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل تسليح للفلور. هاجي هنا اقول له انا عايز ستراكشر تمبليت. ستراكشر تمبليت بيبقى فيه الاعدادات الجاهزه الخاصه بالانشائي. طيب اخش في الاستراكشر واقول له انا عايز ارسم الارضيه. اهوت الاسبان دايركشن تبدا تحدده وتقول له اوكي. طيب بعد ما عملت الـ ممكن اجي هنا اقول له انا عايز اعمل مثلا الكفر وابدا اظبط الاعدادات بتاعته. هو اوتوماتيك بيحط بعض الاعدادات، بس لو انت عايز تغير الاعدادات ممكن تبدا تغير الحاجه اللي انت عايزها من هنا، وممكن تقول له انا عايز اعمل الريبار وتبدا تشوف التسليح. بس يعني اسرع للفلور ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل للاريا كلها. بيقول لك في هوك واند اجنور. طيب اهو دلوقتي انا هقول له انا عايز اعمل دي كلها، عندي مكان معين هبدا اعمل له التسليح بتاعه كله بالشكل دوت. فجاب لي هنا فيو فيزابيلتي، اجي هنا اقول له اظهر لي الحاجات ديت. ده ليفل 2 هقول له اظهرها لي في ليفل 2 واظهر لها لي في 3 دي بالشكل دوت. فيبدا يجيب لي التسليح بالشكل دوت. ممكن تيجي في 3 دي فتشوف التسليح اتعمل كله بسهولة جدا. سهل جدا تعمل سيلكت وتبدأ تختار الإعدادات بتاعة الاستراكشر ريبار، مثلا السكادول مارك قد إيه، الراوند جفرايت قد إيه، وتقدر تقول له مثلا الإعدادات. طيب ممكن تيجي هنا ونعمل سيلكت كده وأقول له أنا عايز أعمل فلتر، مش عايز الفلور، عايز الاستراكشر اريا رينفورسمنت. هتقول له أنا عايز التوب ميجر دايركشن يبقى موجود ولا لأ. تمام، عايز التوب ميجر بار تايب اني نوع المقاس بتاعه، التوب ميجر هوك اني نوع 90 ولا 180، وداون ولا اب، والتوب ميجر سبيسنج. وبعد كده هتلاقي نفس الاعداد دي موجودة في البوتوم، تقدر تعدلها زي ما انت عايز. تمام، طيب خليني الغي دوت وهقول له انا عايز فلور تاني اهوت. عايز اقول له بقى يعمل لي التسليح بتاعه الاريا. لو انا عايز الاريا دي التسليح يكون بره ممكن اقول له اوفست مثلا 2 وابدا ارسم كده. لو انا عايز التسليح يبقى بره يكتب حاجه تانية هيبقى بالشكل دوت. تمام، ده على سبيل المثال. طيب هو جاب لي رساله برضو ايه ان هو لا يحبس. طيب اقدر انا عندي المسافه كبيره فانا عايز اعمل تسليح لجزء معين وبعد كده هعمل تسليح لحاجه تانية واربطها بيها. طيب اقول له مثلا انا عايز هنا الاريا وهقول له التسليح بتاعي من هنا لهنا مثلا، خليها بعد النص بحاجة بسيطة. تمام، والميجر دايركشن بتاعي مثلا هنا او هنا زي ما انت عايز. اوكي، ده كده عمل لي التسليح للجزء ده بس. وتقدر تعمل عليه سيلكت وتقول له ايديت وتختار ان هو يبقى ظاهر معاك في الدور اللي انت فيه وفي ال 3 دي برضه. وبعد كده عايز تعمل تسليح الناحية التانية، تعمل سيلكت هنا وتقول له أنا عايز الأريا وتقول له مثلا من هنا لهنا بحيث في جزء مشترك، وتقول له مثلا الميجر بتاعي مثلا اللي هو دوت وتقول له أوكي وتقول له أوكي. خلاص بقى موجود اهوت، وتقدر تعمل سيلكت وتشوف الفيزابيليتي بتاعك أو تعمل سيلكت كله وتدخل هنا في الفلتر وتقول له انا عايز الريبار والريينفورسمنت ابلاي اوكي، وتبدا تشوف الاعدادات بتاعه الفيزابيلتي. تمام، طيب ده كده شفنا مثال عامل على حاجه يعني صعب تحصل. وهنا هتلاقي هو كاتب لك تاج للقطر والاي دبليو والاي اف كل حاجه. طيب خلينا نفتح دوت وهنرسم فلور جديد وعندي اوبننج اهيت، واقول له انا عايز اعمل تسليح ليها ونشوف هتعامل معاها ازاي. اقول له اريا واقول له انا عايز اريا دوت، واقول له انا عايز اعمل تسليح للجزء ده كله. تمام، عمل لي التسليح، بس خلي باله من ان الجزء اللي جوه ده مش هيتعمل تسليح. فانا لو جيت هنا قلت له فلتر وقلت له انا عايز اشوف
الريينفورسمنت، ومش عايز اشوف الريموت، مش عايز اشوف الحاجات ديت، مش عايز اعمل لهم سيلكت دلوقتي، واقول له انا عايز 3D وعايز ليفل 2. التسليح كله موجود ما عدا الجزء اللي جوه. طب الفرض بقى ايه، انا عندي فلور كامل اهي، بس السبب من الاسباب انا مش عايز اعمل تسليح لجزء معين. يعني هقول له ايه، انا عايز اعمل اريا اهوت ما عدا الجزء دوت، الجزء ده انا لسبب من الاسباب مش عايز اعمل له تسليح. تمام، هتلاقيه فعلا هو ظبطها لك بحيث ان هو يعمل تسليح لكله ما عدا الجزء دوت. تمام، من ضمن الحاجات برضو اللي لازم نخلي بالنا منها reinforcement. لما تيجي هنا في الاعدادات، شايف دي لو مش متعلم عليها صح، هتلاقي ان انت بتعمل التسليح بتاع الاريا بس مفيش اي سيحة دي، فدي لازم تكون متعلم عليها صح. ودي الاعدادات بتاعت الاريا، الرموز لو انت عايز تعدل اي رمز فيهم، ده ال HY EW HFACE EF، دي الرموز اللي انت هتلاقيها هنا لو حابب تعرف عليها اكتر.